الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله، ويعني لا مؤاخذه صوره بالمايو ده صوره محترمه وانت مهزاه اتخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلون صنايعي قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خاطر. هو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى يا هيما. يا هيما ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بباكوين يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوفي لها شغلنا في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكه تؤمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخوني ولا تسيبني ولا تجرحني، اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص يا ابنها. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي خالتي. حلاوة. يا بنتي يا بنتي يا بنتي صوت الدرع يا رب يا دور هاي يا مستر. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلامة عليك يا هايدي، الف الف سلامة عليك. ما تقلقيش من اي حاجة وما تحمليش هم حاجة طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجة تشربها. ما تعمليش حاجة، انا مش عايزة حاجة من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزة منها حاجة. والله انا ماليه ذنبي يا بنتي. طب والله العظيم والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا بلعن البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصار بص انصار، خدي دول ها وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي حنديلها. كتر خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله هو انت
صباح الخير. أنا صباح الخير. أنا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد زي ما بقول لك. هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سكا، مش لاقي خالتي. ايه في ايه؟ عربية نقل كبيرة محملة زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحارة. ايوه انا لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزة جامدة، ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاية نزلت جريت مش عارفة في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقة حتة حتة. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا، تعالي يلا تعالي. تعالى سوكا خدوني معاكم. يا ولادي الحلال، ست كبيرة زي لابسة جلابية سودة وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا، اللي لاقيها يوديها للأخت كوريا في حارة الكرامة والأجر والثواب عند الله. يا ولادي الحلال، ست زي بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لبسنا الحرج 10 مرات، انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده غنى ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي كانت تعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقلقش، قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبها واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا، يوه وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانة يا خالتي اني بحجزك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفة تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه، انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبرديه. هتحط لنا التليفون على الاوتوبيس. اللي سمعت ده كوريا معقوله؟ الست الكبيره اضيع منك الدين؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتي كان امك اتهمليها قديه بنت الناس. بقول لك ايه خير، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص، انا همي قد المقطه وفين اللي مكفين. ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميت لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بيت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي، اروح ادور عليها؟ ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. وربنا ذهب الجبل. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال، وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت أهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له إيه يعني؟